أصحاب السماحة والفضيلة، السادة العلماء الأجلاء، السيد محافظ النجف الأشرف الدكتور ماجد الوائلي المحترم، السيد قائد شرطة النجف الأشرف اللواء باسم الأسدي المحترم، السيد ممثل معالي وزير الاتصالات، السادة الضباط من الداخلية والدفاع، الأخوة الأعزاء أبناء فتوى إمام الأمة آية الله العظمى السيد السيستاني أبطال الحشد الشعبي الأكارم، السادة خدمة الحسين المواكب الحسينية، شيوخ العشائر العتبات المقدسة، الأخوة الضيوف جميعاً مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية المكتب المركزي لسماحة آية الله العظمى المرجع الديني الكبير الشيخ بشير النجفي دام ظله الوارف، يقيم مركز إرشاد التائهين من زائري العتبات المقدسة NGO منظمات المجتمع المدني غير الحكومي مؤتمره 15 لأجل تقديم أفضل الخدمات لزائري الإمام الحسين عليه السلام، ولإدامة التنسيق والعمل المشترك مع العتبات المقدسة والجهات والدوائر ذات العلاقة. فشكراً جزيلاً لهذا السعي المبارك، شكراً جزيلاً لسماحة الشيخ علي بشير النجفي نجل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي على هذا السعوان وهذا الجهد خدمة لزوار الإمام الحسين عليه السلام. سادتي الأكارم الضيوف الأعزاء، أولى فقرات المؤتمر تلاوة معطرة من الذكر الحكيم يتلوها القارئ السيد الدكتور أحمد النجفي، فليتفضل مشكوراً محفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العلي العظيم صلوات سادتي الأكارم أما الآن كلمة المؤتمر يتفضل سماحة الشيخ علي بشير النجفي نجل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي دام ظله الوارف مسبوقا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، جعلنا الله وإياكم من الباكين عليه والمقيمين عزاه والسائرين على نهجه وممن تنالهم شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى في محكم كتابه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. الجمع الكريم بعد تجديد الترحيب بمحضركم المبارك، من المهم أن يوفق الإنسان إلى خدمة وأن يكون له دور في شيء يريده الله سبحانه وتعالى، وهذا شرف لمن يوفق له. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم وبجهود الأخوة جميعا من الموفقين. أنا حديثي بخدمتكم اليوم المختصر بمحورين. المحور الأول أبتدئه برواية عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ورد عنه أنه قال في رد ملهوف على الطريق، صارت له مشكلة، صار له ظروف، خربت سيارته، ماتت راحلته، صار عنده لهفة على الطريق، يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: ما من رجل رأى ملهوفا في الطريق، مضمون الرواية، فأغاثه وحمله على مركوبه وسوى له إلا قال الله عز وجل: كددت نفسك وبذلت جهدك في إغاثة أخيك المؤمن، أخيك هذا المؤمن، لأكدن ملائكة هم أكثر عددا من خلائق الإنس كلهم من أول الدهر إلى آخره، وأعظم قوة كل واحد منهم ممن يسهل عليه حمل السماوات والأرضين، ليبنوا لك القصور والمساكن وليرفعوا لك الدرجات، فإذا أنت في جناتي كأحد ملوكها الفاضلين. أيضا ورد في الأثر أن الإنسان، أن أحد البشر، أحد المؤمنين توفي وهو في حالة الهلع، مضمون الرواية طبعا أنقلها بخدمتكم، وهو في حالة الهلع وجاءه منكر ونكير، إذا بشخص يأتي يربط على كتفه: اهدأ، لا تخاف، لا تحزن، يساعده بجواب منكر ونكير، يساعده بأهوال البرزخ، هول بعد هول، إلى النشور، إلى تطاير الكتب، وهذا وياه بالميزان، وياه على الحوض، وياه يساعده بالسؤال والجواب، وياه يساعده، فإذا وصل للصراط يجتاز به الصراط، يقف على باب الجنة، يلتفت هذا المؤمن المتوفي إلى صاحبه اللي كان وياه بالطريق، يقول له: من أنت؟ أنت منو؟ يقول له: أنا كربة فرجتها عن عبد مؤمن، كربة فرجتها عن عبد مؤمن. لا أطيل في هذا المجال، أروي لكم رواية. إحنا اليوم حقيقة في هذا المشروع، هدف هذا المشروع هو خدمة الزائرين وتوفير، جزاهم الله خير أهل المواكب والخدمات، يوفرون خدمات جليلة وجبارة وعظيمة وهنيئة لمن يقف ويخدم ويعني يساند ويشارك بجهده بماله بما لديه. الحاجة اقتضت أن تكون هناك خدمة من نوع آخر، وهي خدمة إرشاد التائه بعد أن ظهرت حاجة واقعية على الشارع منذ السنوات الأولى بفقدان الأطفال، الرجال الكبار، الصوم، على مختلف الأعمار والفئات والدول كانت هناك حاجة، وهذه الحاجة بالحقيقة يعني جعلت هذا المشروع ينطلق خدمة لأولئك، لزوار الحسين. وطبعا مكانة زوار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم مكانة جليلة وعظيمة. أذكر رواية في فضل هؤلاء الأكارم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم معهم. روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه
أنه إذا هل هلال عاشور اشتد حزنه وعظم بكاؤه على مصاب جده الحسين عليه السلام، والناس يأتون إليه من كل جانب ومكان يعزونه بالحسين عليه السلام على عادة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فرغوا من البكاء يقول لهم، وهذا القول لنا جميعا لما الله سبحانه وتعالى ينفع بنا ويوفقنا لخدمة الزوار وللزيارة، إن اعلموا أيها الناس، أيها الناس اعلموا أن الحسين عليه السلام حي عند ربه يرزق من حيث يشاء، وهو عليه السلام دائما ينظر إلى مكان مصرعه ومن حل فيه من الشهداء، يعني سيد الشهداء بالمحشر من السماء من الجنة ينظر إلى مكان مصرعه وإلى من حل معه من الشهداء دائما، ثم يقول وينظر إلى زواره والباكين عليه والمقيمين عزاءه، بعد وهو أعرف بهم وبأسمائهم وأسماء آبائهم وبدرجاتهم ومنازلهم في الجنة، وإنه ليرى من يبكي عليه فيستغفر له ويسأل جده وأباه وأمه وأخاه أن يستغفروا للباكين عليه والمقيمين عزاءه، ويقول لو يعلم زائري والباكي علي لانقلب إلى أهله مسرورا، وما يقوم من مجلسه إلا وما عليه ذنب، وصار كيوم ولدته أمه. هذا التوفيق الجليل الكبير من الله سبحانه وتعالى أن ينظر لي ولكم سيد الشهداء، هذا بمعنيين، المعنى الأول أنه فخر، المعنى الثاني لمن أخدم الحسين شلون لازم أخدم الحسين وهو يباوع لي بأي طريقة بأي سلوك بأي أداء. على كل حال الأخوة الأكارم بدأ هذا المشروع منذ أكثر من عقد من الزمن بفضل الله بجهود الأخوة جميعا ممن شارك من أول لحظة، وبفضل الله عبر هذا العقد وأكثر من الزمن بدأ بترقيم الأعمدة ثم بإيجاد أجهزة اتصال من شركة أمنية قبل ما تكون كفيل أمنية، بالإضافة إلى ثم شوية اشتركوا العتبات جزاهم الله خير، واشتراك الإخوة في قيادة الشرطة والأجهزة الساندة لما بالموضوع من أهمية. أنا هنا بالحقيقة أحب أوضح شيء باختصار، أن هذا المشروع صارت الرؤية بإشراك الأجهزة الرسمية والأمنية لما فيه من خصوصية أمنية، أجهزة اتصالات، طريقة مسكها، طريقة التعامل. بنفس الوقت صار على مدى تقريباً 7-8 سنوات إلى أن باقي الأجهزة الخدمية جهزت طريقها وضعها على الطريق، كان مشروع إرشاد التائهين على طريق النجف هو اللي يساعد بالإسعاف وبالنجدة وبالطوارئ وبالكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الأخرى. أيضاً هذا الطفل، هذا الشاب، هذا الكبير، هذا الصغير، هذا الأجنبي، هذا العربي، هذا العراقي، من يكون مسؤول عن نقله وتأمينه إلى أن وصول أهله في حال لا سمح الله حدث أي طارئ لأحد. لذلك إحنا نعتقد أن مشاركة الجهات المختصة بالحقيقة ضرورة ملحة لا يمكن لهذا المشروع من دون أن تكون الدولة بأجهزة الأمنية والتخصصية مشاركة فاعلة بالحقيقة ومتابعة لهذا. طبعا الأخوة أصحاب المواكب جزاهم الله خير هم كل الخير والبركة في هذا المشروع. إحنا أيها الكرام الغرض من المؤتمر أيضا هو المراجعة والتواصل وإعادة تنظيم الأدوار ويا الأخوة بالعتبات ويا الأخوة بالجهات المختصة الأخوة المواكب. فإحنا نشكركم مرة أخرى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم باعتبار إحنا خدام بالمشروع، والمشروع مشروعكم، ليس هناك حالة شخصية وليس هناك حالة يعني جهوية بقدر ما هي خدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم بجهودكم أنتم بمشاركتكم أنتم جميعا. الله يحفظكم ويسلمكم بحق فاطمة وأبيها، وسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم الشعائر ويديمها ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة السيد محافظ النجف الأشرف الدكتور ماجد الوائلي، فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الحضور، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بفضل من الله وتوفيقه تعود علينا زيارة الأربعين هذه السنة لنجدد عهد الخدمة الحسينية كل من موقعه وحسب عنوانه. وقد من الله علينا أن نكون في هذه المدينة المقدسة التي أسست إقامة الشعائر الحسينية المباركة وأسست مواكب الخدمة الحسينية في أيام عاشوراء وصفر وغيرها. وقد تطورت أساليب تقديم هذه الخدمة مع تقدم الزمن، وشهدت الانطلاقة الواسعة بعد أن تفضل الله علينا بالخلاص من الحاكم الظالم المجرم الذي نصب العداء لأتباع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإحدى أوجه تلك الانطلاقة هي تأسيس مركز إرشاد التائهين من زائري العتبات المقدسة، والذي نحضر مؤتمره السنوي 15 حالياً. إن حضورنا هذا اليوم لهذا المؤتمر هو رسالة اهتمام ودعم لهذا المركز، والتعبير عن استعداد إدارة المحافظة لتقديم الخدمة الحسينية من خلال هذا المركز. تحية تقدير للجهود المباركة التي سعت إلى تأسيس هذا المركز، والتي عملت على استمرار عمله ودعمه وتطويره وتوسعة الخدمة الحسينية التي تقدم من خلاله. نسأل الله أن يوفق جميع الحاضرين لاستمرار نيل شرف خدمة لزوار العتبات المقدسة. دعاؤنا لمدينتنا وبلدنا وشعبنا بالسلامة والأمان والتقدم نحو الأفضل والوصول إلى المراتب التي تليق بوجود الأضرحة المقدسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي الأكارم، أما الآن كلمة السيد ممثل معالي وزير الاتصالات المهندس عادل جبار الأعرجي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد محافظ النجف الأشرف المحترم، السادة الحضور مع حفظ المناصب والألقاب في هذا المحفل المبارك، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نجتمع اليوم لإحياء ذكرى عظيمة علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، وصدق الرسول الكريم حين قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. أقف الآن أمام جمعكم الكريم لأنقل لكم تحيات معالي وزير الاتصالات المهندس أركان شاب الشيباني المحترم، حيث أوعز معاليه بدعم هذا المشروع المبارك والتشرف بخدمة زوار الحسين عليه السلام بتوفير الإنترنت للزائرين من خلال ربط أجهزة الواي فاي ونصب الكاميرات وتنصيب الهوائيات على الأبراج على طول طريق نجف كربلاء، حيث بلغت أكثر من 50 مركز لتقديم أفضل الخدمات وتقديم هذه الخدمة من خلال الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وشركائها من شركات الاي اس بي، وبمشاركة فعالة من قبل مديرية اتصالات ومعلوماتية النجف الأشرف، وعلى رأسها مدير المديرية المهندس محمد فاضل عباس المحترم وكوادرهم الفنية والهندسية مع مركز إرشاد التائهين في النجف.
نتشرف كوزارة اتصالات وكشركة العامة للاتصالات بهذه الخدمة والمشاركة المباركة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل، داعياً الله أن يوفقكم ويوفقنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح اسأل علينا وشوف احنا منين، روح اسأل علينا وشوف احنا منين، حاضرنا الحسين وعلى ماضينا، لا تحكي علينا وربعك يشجعوك، ترى القبلك حكى ما قدر يلغينا، وسور البنجف سور البنجف صدق نموط ابوك سطرنا جثث من روس عادينا، ولدك يا علي ما دنق وهامات، مناير بالصحن واحدنا تلقينا، احنا اهل المواكب وقفت النعقول وما فرغت ابد صدق صوانينا، ولدك يا علي ما دنق وهامات، مناير بالصحن واحدنا تلقينا، احنا اهل الكرم والشاهد الزوار نقدم ارواحنا لو ضيف يلفينا، احنا اهل المواكب وقفت النعقول وما فرغت ابد صدق صوانينا، يفجرونا نعم لكن نصيح حسين وتظل راية عزمنا بإيد مهدينا، وذا البعثية تخدش هالمواكب هاي بأيام المنع ما قدروا علينا. روح اسأل علينا واسأل التاريخ، روح اسأل علينا واسأل التاريخ، وسل سمر العوالي عن معالينا تضمين، روح اسأل علينا واسأل التاريخ، وسل سمر العوالي عن معالينا، بيض مواكبنا سود تعازينا، خضر بيارغنا حمر قوافينا، لما سعينا فما رقت سواعدنا، واستشهد الزوار هل خاب الرجا فينا، مواكب للطبخ للمشق للمشاي والاف الشعار احنا سوينا، واذا رايد اسامي اذا رايد اسامي هواي عدنا اسماء، روح الكربلة وهناك تلقينا، طب انت الحبيب واسئله على اسماء على غلاف السجل مطبوع اسامينا. سادتي الاكارم، اما الان كلمة الحاج حسام محي الدين نائب رئيس المركز فليتفضل مشكورا محفوفا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. العفو، أحب أوضح لكم نشاطات مركزنا خلال هاي السنة. أقول الحمد لله حصلت تطورات إن شاء الله أن نحب نبشركم بها، وإن شاء الله من واحدة من البشريات أنه هاي الكاميرات الآي بي اللي تنقل مباشر من الحيدرية لحد نقطة ثورة 20 مجسرات، الله وفقنا وكملناها، وإن شاء الله يعني مستمرين بالعمل إن شاء الله نطلع على محور كربلاء ونقطة سيد جودة وباب قبلة العباس عليه السلام إن شاء الله خلال هاي السنة. بالنسبة لنشاطاتنا إن شاء الله مع هاي السنة للمركز، ضفنا هالسنة قطع دلالة خاصة بالصم والبكم، صار كم سنة نعاني من هذا الموضوع، والحمد لله حصلنا من النجف أحد المدارس مع الصم والبكم راح ينطونا إن شاء الله إشارات يعني مرسومة حتى نقدر نتعاون ويا الصم والبكم، إن شاء الله هم راح يعني نسوي عليها نشر بالتواصل الاجتماعي، وإن شاء الله باقي المحافظات إن شاء الله نقدر نوصلها لهم،
حتى يقدرون يعني يصير تعاون بين الصم والبكم وبين المتطوعين اللي مركز الإرشاد التعاوني. هاي السنة صار عندنا نقل للسيطرة، مقر السيطرة 602 صارت 335، بس النقطة مال 602 نفسها موجودة، والكاميرات السابقة اللي كانت أيضا نفسها موجودة. خلال هاي الفترة وكانت مبادرة من العتبة العباسية المقدسة بعمل فكرة صبغ اللون الأصفر للمحطات المنتشرة حتى تكون بارزة، جزاهم الله خير. احنا هم عرفنا الفكرة بالتواصل وياهم ولونا الكرفانات باللون الأصفر حتى تكون دلالة، لأن أغلب المحطات أو أغلب الجسم تكون لونها أبيض فما تميز بالنسبة للتائهين. وهاي إن شاء الله نطلب من السيد الله يعطيه العافية وهيئة المواكب مال الديوانية إنه تبينون للناس أكو هيك محطات أو لونها أصفر، يعني حتى يصير سهولة بالحصول على إيجاد التائه أو إيجاد مركز التائهين. بالنسبة سوينا عمل لوحات مشتركة دلالة بين مركزنا وشركة الكفيل أمنية، مشكورين خلال هاي السنة. بخصوص عملية إدخال البيانات، عندنا عملية إدخال البيانات عن طريق قاعدة بيانات ضخمة بالتعاون مع العتبة العلوية المقدسة، وإن شاء الله باقي العتبات السنة الجيها. وعندنا تطبيق إلكتروني نفس قاعدة البيانات، تطبيق إلكتروني على نظام الآي أو إس بالتليفون الآيفون ونظام الأندرويد، التطبيق اسمه إرشاد التائهين. هذا بي بيانات التطبيق يقدر أي زائر للإحتياط ولا سمح الله يفقد أحد يقدر ينزل بيانات أطفاله وأرقام تليفوناته بالتطبيق، تجينا بقاعدة البيانات لا سمح الله تاه أو ضاع أو صار شيء، من يقدر يسأل أحد من ذوي عليه. إحنا عندنا قاعدة بيانات، ليش المرات ذوي يكون ما عنده رقم تليفون أو المفقود متخلف عقليا، هذا المتخلف لا يعرف أهله، لا يعرف والده، لا يعرف بيته، فيا حبذا عن طريق قنوات الإعلام الأخوة أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي يكون هذا التثقيف أنه يطبون على التطبيق ويدزون بيانات أطفالهم أو المتخلفين عقليا قاعدة البيانات. إذا لا سمح الله تاه إحنا من نشوف صورته نتعرف عليه نقدر نوصل الأهل، لأن تعرفون هذا يعني شوية صعب إيجاده. تم تثبيت المحطات المنتشرة خلال هاي السنة عن طريق تطبيق الجوجل ماب والماب مي، جوجل ماب والماب مي ثبتنا المحطات المنتشرة بالنسبة لمحور النجف إلى كربلاء، وإن شاء الله عاملين خلال هاي السنة والسنة الجاية نثبت باقي المحطات المنتشرة حتى تكون دلالة للزائر العربي العراقي الأجنبي، من يريد يبحث يعرف أكو نقطة من هالمسافة هالمسافة أكو نقطة لإرشاد التائهين. وبفضل الله وجهود الخيرين هاي السنة حصلنا على رقم مجاني مختصر، عفوا هاي صورة التطبيق إذا تشوفوها، هاي صورة التطبيق على التليفون. حصلنا هاي السنة بفضل الله رقم مجاني مختصر عن طريق هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، مشكورين. الرقم هو 6674. هذا الرقم يكون عامل خلال زيارة الأربعين، طلبنا من عندهم من هيئة الإعلام والاتصالات ومن الشركات نفتح هاي الخدمة مال الرقم المجاني المختصر خلال زيارة الأربعين من 1/0 ل30/0. الرقم هو 6674. ليش احتاجين الرقم المختصر؟ المشكلة الزوار اللي يجون قليل عندهم تليفون أو قليل عندهم رصيد أو تليفونهم خلينا نقول مو حديث ويقدر يدخل على هاي التقنية والإلكترونيات، فهذا رقم بسيط. هم أتمنى من إن شاء الله شركات الإعلام الأخوة أصحاب التواصل الاجتماعي إنه ينشرون، إن شاء الله سأراويكم صورته، ينشرون الرقم المجاني المختصر يا حبذا باقي المحافظات، وإن شاء الله بس نسأل على آليته، لأن أخبروني البارحة سمحت الشيخ الله يحفظه أنه الظاهر كل رقم يأخذ من أقرب سايت، فإذا صار يأخذ من أقرب سايت راح نوزع الأرقام على المحافظات اللي
ويانا بارشاد داعيين ناصريه ديوانيه المثنى بغداد بابل كربلاء راح يصير كل محافظه ان شاء الله لهم مجموعه من الارقام المجانيه. وخلال هاي السنه الحمد لله دخلنا شارع المطار اللي هو من جهه طريق كربلاء يربط فلكة المطار، من فلكة المطار شارع كربلاء عمود 110 ان شاء الله راح تصير به ثلاث نقاط او نقطتين ان شاء الله. بالنسبه العفو العجلات اللي عندنا معرفه بهذا الاستيكر، صار كم سنه عندنا استيكر يصير يلصق على مقدمه العجله المدنيه حتى نقدر نتنقل بها عن طريق القطوعات عن طريق الزائرين، موجود هذا الاستيكر. وهذا باج تعريفي للمتطوعين اللي هم يرتدوه شلون هذا الباج، وهذا الادريس، هذا الادريس اللي يمثل مركزنا مركز ارشاد التائهين. هاي مجموعه من الخرائط والنقاط اللي منتشره على طريق بابل كربلاء وطريق حيدريه كربلاء وطريق نجف حيدريه ومدخل النجف، وعندنا ان شاء الله على الديوانيه راح نكمل الخرائط. هاي بعض الصور مال الشباب كانوا يربطون الكيبل الضوئي الله يعطيهم العافيه قبل كم يوم، وهاي مجموعه من الصور. هاي الصوره كانت في سامراء. عندنا اكو تعاون والحمد لله والشكر لا محدود ومنقطع النظير من قبل العثرات المقدسه والمزارات الشيعيه الشريفه باغلب الطرق المؤديه الى كربلاء من خلال ربط قاعده البيانات المشتركه ومكانات اللواء والكرفانات والعجلات والمتطوعين وباجات الاطفال، وهذا الحمد لله يعني تنسيق جدا جدا عالي. وايضا تنسيق عالي مع الدوائر الامنيه والخدميه وشركات الانترنت والاتصالات واصحاب الشركات الاهليه الله يجزيهم بالخير والمحال التجاريه والمتطوعين الابطال لهم جهد لا محدود ومنقطع النظير للخدمه مع الارشاد التائهين. ان شاء الله عندنا خطه ما لحقنا هالسنه، ان شاء الله على السنه الجايه راح نخلي شاشات على الكرفانات من الخارج ترتبط ويا قاعدة البيانات عن طريق كيبل داتا حتى تكون الأسماء إن شاء الله معروضة للزائرين. عندنا فتكم يعني كم محطة بهاي الخدمة وإن شاء الله راح نكمل باقي المحطات، وإن شاء الله جاري العمل على إنشاء فيديو توضيحي العمل المركز ونشاطات المركز. إن شاء الله نطلب من الأخوة الإعلاميين ينشروه، واللي نطلبه من الزائر الكريم شنو توعية الطفل ويا حبذا يكتبوا رقم تليفون أو ينطوا تليفون للطفل حتى نقدر نتواصل ويا ذويه أو يدلون مكان بيته اسم عائلته اسم مدرسته. عندنا إمكانية والحمد لله والشكر نقدر نوصل عن طريق اسم المدرسة بأي محافظة، نقدر نوصل لأهله عن طريق هم العفو أبو المولدة القريب عليه، يعني يا حبذا التفاصيل القريبة عن بيت الطفل أو الزائرة يا حبذا الأهل يعني يبلغون أطفالهم أنه هيك مكان إحنا قريبين، يعني الحمد لله عندنا مقدرة نوصل لهيك مكانات. يشترك ويا مركزنا أغلب الدوائر الأمنية والخدمية كالإسعاف الفوري والاتصالات والبريد ودائرة الماء جزاهم الله خير والكهرباء والمنتوجات النفطية والدوائر الأمنية والخدمية باقي المحافظات. ولا يقتصر عملنا العفو طولت عليكم، لا يقتصر عمل مركزنا على محور النجف فقط وإنما على أغلب المحاور المؤدية إلى مدينة كربلاء، أغلب المحاور اللي هي بابل والنجف وطريق بغداد، هاي كلها إن شاء الله عندنا بيها نقاط وعندنا بيها متطوعين وعندنا بيها خدمة لإرشاد التائهين. هذا ولكم مني فائق الشكر والتقدير على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.